الروسي انه سجل بشكل كبير. المنتخب الياباني كابتن نقول له برافو انه ما ياس، لعب النهايه، لعب بحماس. بيركوف طبعا يستاهل اللاعب انه يكون في افضل لاعب مثل ما توقعنا، مسجل ضربات جدا ساحقه. ايضا لاعب تراس كابتن في هذه المباراه كان جيد، سجل نقاط جدا حساسه في اوقات حساسه. ايضا بيركوف مسجل 12، بيركوف 12 نقطه، وايضا تراس مسجل تقريبا 9 نقاط، ماكسيم ميخاليوف 19 نقطه. يعني ميخاليوف طبعا انا اتوقع انه يكون افضل ضارب في البطوله ككل. هو اخذ كذا جائزه في